دلوقتي ان احنا خطط التسويق بتختلف او النظرة للتسويق بتختلف من سنين، يعني طبعا من زمان غير دلوقتي. شايف ايه تاني اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي عشان يبقى احنا واحنا بنسوق مصر عالميا تبقى ظاهرة يعني؟ لا، خلي بالك، اصل انت مصر، انت ما فيش نمط سياحي. انا راجل بتكلم سياحه، ما فيش نمط سياحي مش موجود في بلدك، من سياحه شاطئيه لترفيهيه لثقافيه لثقافيه صحيح لدينيه، صحيح، كل حاجه موجوده عندك. فروع كتير. حتى ايفن حتى التزحلق على الجليد ممكن جدا بكل سهوله نعملها على جبال سانت كاترين بدايه من شهر 11 لغايه شهر 2، فما فيش نوع سياحه مش موجود في بلدك. حتى ايفن حتى الشواطئ بتاعتك على ساحل البحر الاحمر هي الوحيده اللي بتشتغل وفاتحه طول السنه ال 12 شهر، يعني كل المنافسين ليك اقليميا في دول حوض البحر المتوسط ايرانيا دول بيقفلوا دايما في الشتاء، يعني زي قبرص، اليونان، تركيا، تونس، المغرب، لبنان، كل ده بيقفل في بيقفل طبعا الشتاء. من شهر 10 لغايه شهر 3. انت شغاله ال 12 شهر، فانت مالكيش منافس في الشتاء الحمد لله. طبعا انت عندك متغير اقليمي جاي منافس جديد ليكي على الضفه الثانيه من البحر الاحمر، طبعا يعني السعوديه. فاحنا عشان كده احنا لازم نبتدي احنا كمان نطور من نفسنا، نطور من ادوات التسويق بتاعتنا، نبتدي يعني نعمل ايه، نعمل زي امبليفاينج لانواع السياحه بتاعتنا. فعشان كده احنا ابتدينا ندخل النهارده في الانفراستراكشر بتاعتنا الجديده البنيه التحتيه اللي كده بيخدم السياحه، زي القطارات فائقه السرعه، الطرق الجديده، الكباري الجديده اللي هي تختصر كل دي المسافات، خدمات طبعا بتخدم على قطاع السياحه صحيح اللي بتاثر مسافه سي مثلا من نقطه A للنقطه B في اقل وقت ممكن. صحيح.